إذا كنتم جاهزون سنبدأ. أرحب بكم أجمل الترحيب في هذه الجلسة، جلسة رفيعي المستوى في منتدى حوكمة الإنترنت. سوف نتحدث عن دور حوكمة الإنترنت في يومنا الحالي. سوف نتكلم عن الدور الذي يقوم فيه السياسة الرقمية حول تأمين الصحة العامة، خاصة اسمي باتريك لويش، أنا رئيس الشؤون الأوروبية في محطة دويتشه فيله بمركزها في بون في ألمانيا. أثبت الكوفيد 19 أن مجتمعاتنا ستكون أكثر مقاومة للجوائح التي قد تصيبها، ويمكن أن نكون أكثر جاهزية، ولكننا الآن في وضع جديد. نرى أن هناك أدوات رقمية كثيرة ممكن أن تساعد الناس ونظام الصحة، فإذا كانت هذه التقنيات لا تملك سياسة فربما يكون لها جوانب ضارة. نحن على طريق جديد لا تعرف أي دولة ولا أي نظام صحة ولا أي مشغل للإنترنت لا يستطيع أن يعرف ما هي القدرات الرقمية التي ستساعدنا على السيطرة على هذه الجائحة. فكل ما يمكن أن تفعله هذه التقنيات لتحسين الصحة العامة، كيف يمكن أن تكون الطب الرقمي مساعد في هذا المجال، وخاصة في سياق هذه الجائحة سنتحدث عن الإجابات الصحيحة في استخدام التقنيات التي تستعمل في الصحة العامة. هذه سنتكلم عنها خلال 90 دقيقة القادمة. هل التقنيات الرقمية ممكن أن يكون هناك أن التنمية المستدامة في الصحة ونوع المعيشة، وخاصة فيما يتعلق بفيروس كوفيد؟ سأقدم ضيوفي. أرحب بالسيدة أنورادا كوبتا، وهي نائب الرئيس التنفيذي لجافي. شكرا لك على وجودك. أرحب أيضا بكيراي رادينسكي، هي رئيسة ومدير فني للروبوتات التشخيصية في إسرائيل، وهي من منشئي هذه الشركة، وتقوم باستخدام برامج وبرامجها كانت قد شخصت قبل 30 سنة الكوليرا في كوبا. أيضا السيدة بريشوشوس ماتسوسو ماليبونا التي في جامعة أوتا ترانساند، هي مديرة منصة العلوم التنظيمية الصحية في جنوب أفريقيا، وهي أيضا تهتم بالصحة العامة. معنا أيضا السيد برناردو ماريانو الذي هو مدير الصحة الرقمية والابتكار وكبير مسؤولي المعلومات في منظمة الصحة العالمية، وهو يقوم بتنسيق كل الاستراتيجيات التي تتعلق بالصحة العامة في منظمة الصحة العامة. وأخيرا الدكتور أنور أجوابتا، نائب الرئيس لعلم الجينوم والبيولوجيا التكاملية وعضو الفريق الاستشاري للصحة الرقمية لمنظمة الصحة العالمية من الهند. إذن لدينا متحدثون رفيعو المستوى، سوف نستمع لهم ولآرائهم في هذا المجال. أود منكم أن تقوموا بإغلاق الميكروفونات عندما لا تتكلمون،
وسوف نتحدث الآن عن مواضيع غير عادية أصبحت مواضيع الساعة في حياتنا المعاصرة. شكرا لكم منذ البداية على المشاركة في هذا المحور. كلنا نتفق على أنه لم تكن هناك تحديات مثل جائحة كورونا، وبعض الدول كانت متفاجئة جدا بكمية الإصابات وكمية الضحايا هذا الفيروس، وهناك جهود كبيرة بدأت باستخدام التقنيات الرقمية من أجل خاصة في تحسين قاعدة البيانات والموجودة في النظام الصحة التي يتم تحسينها شيئا فشيئا، وهناك كميات هائلة من المعلومات التي نحصل عليها، ونرى أن التقنيات الرقمية تستخدم من أجل المساعدة في القضاء على هذا. ما هي تجربتكم أنتم؟ إلى أي حد يمكن أن تساعد التقنيات الرقمية الخدمات الصحية والمؤسسات الصحية في المعالجة والقضاء على هذا الفيروس؟ ما كيف يمكن أن ندير هذه الجهود؟ أطلب الدكتور ماريانو الذي هو مختص في الصحة الرقمية في منظمة الصحة العالمية. مرحبا بك يا باتريك، تفضل. سأبدأ أقول أننا في منظمة الصحة العالمية نروج للتكنولوجيات الرقمية في سياق الصحة بشريطة أن تستخدم بشكل مناسب، ومعناه أنها يجب أن تركز على الناس وتتمحور حول الناس وتكون فعالة ومستدامة وشمولية ومتساوية الوصول. إضافة إلى يجب أن تكون هذه الخدمات موضوعة في سياق مناسب ينعكس الشروط. ومنذ اندلاع الجائحة كنا نشهد تعاونا عظيما بين القطاعات والمجالات المختلفة. شعرنا بهذا الدعم التقليدي من الشغل التقليديين ومن القطاع العام وكذلك من القطاع الخاص. هذا الدعم له معنى وهو كبير، وللأسف لم يكن ذلك ممكن لهذه الدرجة قبل الجائحة، ولكن الجاهزية هي أهم شيء. لو كنا مستعدين أفضل لكنا الآن ندبر حالنا بشكل أفضل. هناك ثلاثة مجالات أود ذكرها في هذا السياق. المجال الأول هو التركيز على الإنسان أو التمحور حول الإنسان، وثانيا القيمة المضافة إلى الأنظمة الموجودة وتوسيع القيادة العاملة أو الكوادر الصحية والطبية. هي تلك المجالات التي نحاول أن ننظر فيها وإليها وأن نتساءل حول كيفية إمكانيات مساعدة الطب في على الصعيد الوطني. وهذه التكنولوجيات جاهزة وقد نضجت، ويجب التأقلم معها في مسيرنا. في بداية السنة كان علينا أن نتتبع الاتصالات، وهذه التكنولوجيات ساعدتنا في ذلك، ووضعنا قائمة من التوجيهات والتعليمات. وأقصد هنا مشروع contact tracing، أي تتبع الاتصالات وسبل التواصل. الكثير من الدول كانت تعاني في هذا الشأن، وأتت التكنولوجيات الرقمية في مساعدتنا، لأن في حالة انعدام هذه الخلفية فنحن نصبح لا نستفيد من هذه القدرات التي هي
في يدنا. على سبيل المثال في التعاون مع دولة إستونيا أطلقنا مشروع الشهادات الإلكترونية للقاحات، لأن نحن الآن نبدأ في التفكير حول اللقاحات. البطاقة الصفراء للتطعيمات واللقاحات هي المطلوبة خاصة في الدول النامية حاليا، ولكن هذا مسموح للبالغين أن يمتلكوا هذه البطاقة في المعاملات الدولية. فأطلقنا مثل هذا البرنامج لزيادة مستوى الملاحة عبر الدولية، وذلك دعما للجهود في عصر الكوفيد. والجزء المجال الأخير دعم قدرات الكوادر الطبية الرعاية الصحية، فنحن قمنا بإسراء عملية إنشاء أكاديمية منظمة الصحة العالمية الطبية، وأضفنا مجموعة من الكورسات التدريبية ضمن هذه الأكاديمية المفتوحة. هي عبارة عن منصة تعليمية تضمن وتوفر كورسات في 41 لغة أجنبية، ومنها 17 دورة تدريبية في مجال الكوفيد. وأقول كل ذلك لأننا بصدد إسراع استخدام والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في عصر الكوفيد، ونتجهز للأزمات القادمة. شكرا على هذه الحديث الأول. وأنا أود أقول أن الشمولية التي تركز على الإنسان، وهذا موضوع كبير يخص العالم بشكل عام، ما هو العامل الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية الذي تعتبره هو الأهم؟ هل يجب أن تكون المواصفات العالمية والمعايير أو تحسين الإدارة والسياسة؟ تكلمت أن التقنيات موجودة وأن ما نفتقده موجود في أماكن أخرى. نعم، يجب علينا أن نأخذ بالاعتبار أن هناك فارق في هذا المستوى من بلد إلى آخر، وأن المساعدة التي نقدمها لدولة معينة تكون مختلفة بالنسبة عندما ننظر إلى هذا الانتقال الرقمي في الخدمات الصحية، فنجد أنه مختلف من دولة إلى أخرى. نحن في منظمة الصحة العالمية نسأل كيف يمكن أن نوزع هذا الرعاية الصحية، هي مستخدمة بشكل تكاملي، وهذا النقل من دولة إلى أخرى يختلف والاحتياجات تختلف. نود أن نملك تأكيدا من أن تحسن الرقمي في دولة معينة يعطينا نتائج إيجابية في دولة محددة. قمنا بنشر دليل على الاستثمارات في مجال الصحة الرقمية، وكيف يمكن لأي دولة أن تسير في هذا الطريق، وسوف نتابع هل أن هذه النصائح قد تؤدي إلى تحسن هذا الوضع في دول مختلفة، ونهتم بأن يكون هذا الوضع متساويا عند الجميع. شكرا جزيلا. الآن شكرا جزيلا. الآن أود أن أسأل كيرا. التعاون مع القطاع الخاص شيء في غاية الأهمية في سياق الجائحة التي أسرعت كل ذلك الجهود المبذولة في صدد تعزيز الرعاية الصحية. فيا كيرا، أنت كرئيسة
مجلس إدارة شركة ناشئة أو بالأحرى شركة خاصة، شاركت في عملية إدارة معالجة آثار الوباء، فهل لك أن تقولي لي المزيد عن هذه الشراكات أو التعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ أين هي المجالات التي تم إسراع هذا التعاون؟ قبل كل شيء، شركاتنا قامت بإنشاء تطبيقات لانتقاء المرضى، وذلك على أساس المعلومات والبيانات التاريخية. أكثر من 70 مليون مريض من الولايات المتحدة وإسرائيل سجلاتهم الصحية، فنظامنا يستخرج البيانات من هذه الأنظمة من أجل الحد من بعض الإجراءات الروتينية التي كان على الأطباء إجراؤها لسنوات عديدة، لأن المستوى لاستخدام الأطباء وصل إلى حده الأقصى، لذلك كان من المستحيل المتابعة بهذه الطريقة. لا يمكن تعيين وتوظيف أطباء جدد بلا نهاية، حتى 2030 ستزداد أمراض سيزداد عدد المرضى في الدول المتقدمة، وحتى وقت الانتظار لنصيحة أو خدمة طبيب سيطول. فالأمر أصبح في غاية التعقيد، فيجب أن نعول على عملية اختيار وانتقاء فوري. مراكز كول سنتر هي ما زالت قليلة، ولذلك أنشأنا هذه التطبيقات التواصلية للاتصال الأول. وهل هذا سيكفي للتشخيص الطبي؟ فنحن بدأنا بإنشاء هذا التطبيق الترياج، والإضافة إليه لهذه الخدمات الطبية مثلا، أين على مثل هذا المريض أن يتوجه في حالة تفاقم صحته؟ من وجهة نظر الحكومة، من المهم أيضا النظر في الاتجاهات غير المواتية مستقبلا، التنبؤ إلى أين ستتطور الجائحة أو مرض معين. وعلى هذا الأساس كنا نعلم كيف نعالج المشاكل التي قد تظهر أثناء الموجة الثانية من كوفيد، وأثناء فترة الإقفال اللوك داون لبعض الخدمات. وهذا بالتعاون مع الحكومة أسرع العملية بشكل فعال. شكرا جزيلا. أنا أفهم ذلك بوضوح، أن تعاونكم ساهم مساهمات كبيرة في هذا الصدد، وبدأتم التعاون مع نظام الرعاية الصحية قبل الجائحة. من وجهة نظرك، هل هناك حالات التحسن في الشراكات أو التعاون ما بين القطاع العام والخاص؟ نعم، ولكن أظن أن هناك مجالات كثيرة ما زالت تنتظر هذا التحسن، وهذا لا يعني أن صناع القرار يتخذون قراراتهم فقط بناء وعلى أساس ما توصلنا إليه من النتائج. هناك أيضا عوامل وعناصر أخرى، ومنها السياسية، وحتى هناك أيضا إشارات أخرى تأتي الحكومة أو السلطات من نظام الرعاية الصحية والمراكز الأكاديمية. وعلينا أن نفكر متى نصل إلى النقطة التي يجب فيها أن نتعدى هذه العوامل السياسية، لأن أحيانا يتم إخفال هذه البيانات. هناك نظريات المؤامرة بطبيعة الحال، هناك من يقول أن الجائحة غير موجودة والفيروس غير موجود، ولكن هناك أيضا حالات الإشفاء السريع، ونحن علينا أن نراجع سبل تواصلنا مع مصالح الدولة والمجتمع
الرعاية الصحية. مثلا كنا نتساءل ما إذا كان إرسال الطلاب عودة إلى المدارس سيفاقم الوضع أم لا؟ الأطفال ما تحت سن 10 من العمر لا يعانون كثيرا من الفيروس، ولكنهم يساهمون في نشر وتوسيع نطاق العدوى. شكرا لك، هذه قضية شيقة، التعامل بين العلماء وبين الحكومة، وسوف نتكلم أيضا عن هذا الموضوع، خاصة في استخدام التقنيات الرقمية والثقة بهذه التقنيات، ثقة المواطنين وثقة الحاكمين أيضا. الآن أريد أن أسأل، هل في جنوب أفريقيا، هل أعود إلى السؤال الذي يتعلق بالتجارب مع التقنيات الرقمية التي استخدمت في مرحلة الجائحة والوباء، ما هي تجاربك خلال 8 أشهر الماضية؟ شكرا لك ونهاركم سعيد، أو مساء الخير لمن يعيشون في أوقات أخرى. نحن قمنا بإنشاء استراتيجية رقمية، عملنا عليها بجهد كبير من أجل الاستثمار بشكل يجعل أن المنصات الرقمية التي أنشئت، كانت هناك تحديات كبيرة، وسأبدأ منها. أولا، منذ عدة سنين قمنا بإنشاء استثمارات مشابهة مسجلة، حيث سجلنا أكثر من عدة ملايين من المرضى، وقمنا بإيصال هذا النظام لأغلب العيادات وليس إلى المستشفيات، لأن الإدارة في المستشفيات معقدة شيئا ما. وعندما كان هناك هجوم كوفيد الكبير، استخدمنا هذه التقنيات والمنصات التي كانت منشأة سابقا، واستخدمنا منصة كانت تستخدم لتوزيع المعلومات وإرسالها للمرضى، وعن طريق ذلك كان هناك تطبيقات تتبع التواصل بين المرضى. استخدمنا هذه المنصة من أجل متابعة الإصابات، وأنشأنا نظام محلي لمراقبة الصحة، وأخذنا بجمع البيانات والمعلومات الصحية. المخاطرة هنا تبلغ أن هذه الأنظمة كانت في الماضي عديدة، ولكن هل عملية التعاون فيما بينها هو كاف؟ أستطيع أن أقول أن كل هذه المنصات التي أنشأناها منذ عدة سنوات كانت فعلا مفيدة لنا حاليا، واستطعنا أن نصلها ببعضها، وهي أدوات لا تستخدمها منظمات الصحة فقط، وإنما أنا أستخدمها مع المرضى الذين أتعامل معهم يوميا، أي أن من يأتي إلى العيادة سيأتي إليها كل من يعرف أنها المجيء إليها سيكون بصحة وسلام، وأن مثل هذه الصيدليات مثلاً المتحركة التي تجعل أن المرضى
لن يذهبوا بدون سبب إلى الصيدليات للحصول على المرضى، وإنما ممكن توزيع ذلك من السابق بشكل أفضل. في مجال الطب الرقمي في بعض الأماكن فقط استطعنا، التي كانت هي مراكز الخدمات فيها عالية المستوى، ولكن هناك عيادات تعمل على هذا النظام الحديث، تأكدنا أنها جيدة في جمع المعلومات ومتابعة المرضى وأحوالهم، مما تعطي رقم الموجودين في المستشفيات أو المعزولين في بيوتهم، أو نستطيع أيضا رصد مثل هذه الحالات. وأيضا مما يخص المرضى على فيروس هيف التي هي منتشرة في جنوب أفريقيا أيضا، واستفدنا منها في معالجة موضوع فيروس الكورونا. إذن هذه التطبيقات هي كثيرة جدا، والخطر هو أن لا يكون لدينا زخم كبير من المعلومات والتطبيقات التي لن نستطيع استخدامها كلها. إذن يجب أن يكون لنا أولويات في استخدام ما هو، أي تطبيقات هي أهم وما هي التي يجب ترويجها. يجب أن نثق بهذه التطبيقات خدمة للمجتمع. إذن استراتيجية الإدارة هي أهم. لدينا مشاكل في البنية التحتية وتكلفة وصول إلى الإنترنت أيضا هي عالية في بعض المناطق. هذه مشكلات يجب القضاء عليها في البداية، وهناك كما قلت حلول تم تطبيقها وأثبتت فعاليتها في جمع المعلومات. هناك أيضا قضية يجب أن نستثمر في محو الأمية الرقمية، لأن هذا يعتبر نقطة بدء في الموضوع. شكرا لك كثيرا على هذه المعلومات المثيرة للاهتمام، وكما قلت في الختام نحتاج إلى الأطر الرقمية والمؤهلات الرقمية. وكما رفعت هذه الفكرة أن كيف يجب التجنب المشكلة الأزمة الكبير من المعلومات، هذه مشكلة نعاني منها كثيرا. وانتهازا لهذه الفرصة أود من المشاركين والمستمعين في هذه الجلسة أن هناك مجال لطرح الأسئلة في الجزء الـ Q&A، منصة الأسئلة والأجوبة، وفي نفس الوقت ننتقل إلى السيدة أنوراتا كوبتا. دعونا نخرج عن نطاق الجائحة، كيف يمكننا إدراج هذه الابتكارات الرقمية في نظام رعاية الصحة حتى فيما بعد؟ نحن علمنا أكثر الآن ونعرف أكثر عن كيفية إدارة هذا النظام، ونتعلم كيفية تجنب الزحم الكبير من المعلومات والبيانات على الذي يثقل هذا النظام. دعونا ننظر نحو الأمام، كيف الابتكارية الرقمية تستطيع أن تحمي الناس من الآن؟ شكرا على هذا السؤال. فأنا صراحة لا أدري إن كان كل منا واعيا أن هناك في بلدنا عدد كبير من العمليات الجارية
نحن في المنظمة نغطي أكثر من 170 دولة و80 مليون طفل حول العالم الذين يولدون كل سنويا في هذه الدول، يجب تطعيمهم. والآن نتحدث عن عدد اللقاحات، نصف مليار لقاح أو تطعيم أثناء سنة واحدة. هذه كلها استثمارات وعمليات جبارة صراحة وواسعة النطاق، وما يتعلق به الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في جافي. في عام 2000 كانت هناك هذه الشراكة القائمة، وهي مبنية على أساس الاستفادة من الميزات لكل من القطاع العام والخاص، وهذا سمح لنا بإدراج بعض الابتكارات واقتراح أو طرح إجراء بعض اللقاحات أو التطعيمات في بعض الدول. استفدنا في ذلك السبيل من التكنولوجيات الرقمية، حاولنا ذلك. وأنا دائما أعود وأقول أن اللقاحات تتم إن كانت الثلاثة عناصر متواجدة مع بعض: اللقاح موجود، والمقدم اللقاح هو موجود، والشخص المراد تطعيمه أيضا موجود. فكل من هذه العناصر في هذا الصدد كنا نستفيد من التكنولوجيات الرقمية. فيما يخص اللقاحات نفسها، نستخدم التكنولوجيات الرقمية لضمان صحة نظام الإدارة اللوجستية بهذه اللقاحات، مما يسمح لنا التتبع بنشر هذه اللقاحات و مستويات استخدامها، مستويات تعبئة المخازن، أيضا التحكم بدرجات الحرارة عن بعد. لدينا السجلات ونظام المراقبة والرصد لدرجات الحرارة، ونقوم بإدراج ذلك إلى السلسلة الباردة من التوريدات، وهكذا نستطيع التحكم بدرجات حرارة شحن هذه اللقاحات، لأن إن تراوحت هذه درجة الحرارة هذه فقد تصبح تالفة. لذلك يجب أن نتأكد باستمرار من صحة حفظ وتخزين وشحن اللقاحات لزيادة فعاليته. فيما يخص الأشخاص الذين يخضعون للتطعيم أو اللقاحات، ف عندهم سجلات إلكترونية لهذه الخدمة. في الكثير من الدول تعاني الأنظمة الصحية من الصعوبات في هذا المجال، ويجب أن نعلم ما هي الفئات من الناس الذين يملكون هذه السجلات الإلكترونية. هذا شيء لا يمكن الاستغناء عنه، لأننا يجب أن نعرف هل الأطفال بالفعل يتم تطعيمها أو تقديم اللقاحات لها. نحن استثمرنا الكثير للغاية في كذلك في زيادة مستوى المؤهلات الخاصة بالتكنولوجيات الرقمية. في بداية المسار هذه المؤهلات عادة تكون غير موجودة، فيتم إدراج بعض التعليمات والتوجيهات. يجب أن نعمل على ذلك، نعمل على تطوير هذه التكنولوجيات الرقمية وهذه المؤهلات. كيف نستطيع زيادة الطلب على اللقاحات؟ في بعض الأحيان نعلم الناس عن فوائد وميزات استلام اللقاحات، نقوم بإرسال المعلومات على الهواتف المحمولة وغيرها.
هناك أيضا أخبار ومعلومات مضللة ونحن نريد نحاول مقارعتها ومكافحتها، لأن المعرفة الصحيحة خير علاج للجهل. شكرا جزيلا. هل من منظورك يا سيدتي ما هي القضية التي تعتبر الأهم من الناحية العالمية في سياق حل الموضوع الإبداعات الرقمية؟ ما الذي يمكن أن يساعدنا في ذلك؟ برأيي هي قضية متعلقة بالاتصال المباشر، فخاصة في حالة الوباء أصبحنا نحكي عن قضية الإغلاق، عن الانعزال، عن الحجر. القضية التي لاحظنا فيها أن هناك عجز في النظام الصحي في الدول التي نساعدها، فاللقاحات هي التي كانت أغلب الأمهات لم يردن إرسال الأطفال من أجل التلقيح في بعض المناطق، خاصة أن بعض هذه اللقاحات كانت توزع غير لا حاجة لها، أي هذا الذي ضغط على النظام الذي بدأ بشكل إبداعي يعمل. فراقبنا أن العديد من الأجهزة الرقمية التي كنا نستخدمها لم تكن متكيفة مع في أغلب الحالات مع الاحتياجات التي نقوم نحن بمعالجتها. شكرا لك الدكتور أغرافال. لك نفس السؤال، فقل لي هل من منظورك كيف تكون القضية الأهمية ممكن أن تكون الابتكارات الرقمية هي قوة لمقاومة الناس والبشر وأن تكون مجدية في مكافحة مثل هذه الأوبئة؟ شكرا لك يا باتريس، أوافق على ما قالت نورادا، هذا حل جيد. كيف يمكن أن تساعدنا هذه الإمكانيات الرقمية في المساعدة؟ الحلول الرقمية تساعد في حل الموضوع. لدينا ثلاث مستويات نرى فيها هذه. أولا الناس موجودون، هناك أطباء، هناك مرضى، المعلومات يمكن إيصالها لعدة مستويات. المريض ممكن أن يكون موصول رقميا، ولكن أيضا على المستوى الذي هو أهم هو الحلول الرقمية، أي الإنسان في هذا النظام غير موجود، يجب أن نضع صورة للإنسان، صورة رقمية على شكل خوارزميات، فإذا وجدنا معلومات نستطيع أن ننقلها إلى بشكل طبيعي ممكن أن تكون مساعدة. أي لا يوجد إمكانيات تكون فيها عندما يكون هناك مليارات من الأسس يجب حلها رقميا، مثلا عدد المرضى، عدد الأطباء بالنسبة للمرضى هو دائما قليل، لذلك في أوروبا هي أفضل، أما مثلا هذا في الهند ودول عديدة شبيه أن عدد المرضى بالنسبة لطبيب واحد هو قليل، وتكون هنا هذه الحلول الرقمية مساعدة جدا. إذن
ليس على الناس أن يعلموا كل ذلك، ولكن عليهم أن يدرجوا هذه الأنظمة الرقمية من أجل الحصول على نتائج مرضية. ويجب أن نكون أن أحدث ما نجده في الطب سوف يكون هناك ذاتية للحلول الرقمية مستقلة عن غيرها من الحلول، وهو ما أعتقده مستقبل هذه الحلول في الطب مستقبلياً، أي سوف نتوقع ما سيحدث في المستقبل، نحاول أن يكون ذلك سريعاً، ولا يوجد أسرع من هذه الحلول الرقمية. هل هذا يؤدي الوظيفة التي أنشئ من أجلها؟ سنرى ذلك في المستقبل القريب، ونستطيع أن نتصور كيف ستكون الحالة بعد قليل. شكرا جزيلا. بالفعل الحل الذي يسبق المستقبل، كما فهمت هذا الحل المطروح حضرتك سيؤدي إلى أن الخدمات الكلاسيكية والتقليدية أيضا ستظل تطبق على جميع الناس، كما فهمت من السيد. كيف تنظر إلى موضوع الثقة؟ هذا أيضا وارد في النقاش اليوم. بالفعل السؤال وجيه، وفيما يخص الثقة يمكنني القول أن الخوارزميات سوف تخبرنا في المستقبل عن الإجابات عندما سيصل الأطباء إلى فهم الأسباب، وسيحدث ذلك بعد اطلاعهم على البيانات. المرضى عموما يثقون بالأطباء، والأطباء يثقون بالدراسات السريرية، ويجب إيجاد التوازن فيما بين هذه المحاور، وعلينا إيجاد الطريقة لتوصيل هذه البيانات بسرعة، والنظام سيعمل بشكل جيد شريطة أن نضمن له الشفافية وموثوقية هذه البيانات على كل مرحلة من مراحل البحوث، مهما استخدمنا تكنولوجيا بلوكتشين أو أخرى. فبرغم النظر عن التكنولوجيا، الشفافية يجب أن نضمنها، هي هدفنا المشترك. بكل التأكيد حضرتك مقتنع ومتأكد من صحة هذه الرؤية التي حاولت توصيلها إلينا. أنظر الآن إلى الأجوبة، إلى الأسئلة من المشاركين والمستمعين، وهي ويزداد عددها. وهناك من يشير إلى كيفية ضمان الحقل الخصوصية في سياق عملية رقمنة البيانات الصحية والطبية، وبالفعل هذا تحدي، والنقاش دائر حول ذلك في كل العالم. نحن هنا في ألمانيا نشهد هذه النقاشات المكثفة. العملية يتم لا مركزيتها، ولكن حتى في ألمانيا هنا من الصعب أحياناً إدراج هذه الحلول. والسؤال الثاني فيما يخص الشراكات ما بين القطاع العام والخاص، هل هناك عنصر تجاري في كل ذلك؟ فنحن نشهد ربما ليس مخاوف، أو ربما السؤال من هو يسير هذه العملية؟ هل القطاع الخاص يسير كل ذلك أو القطاع العام؟ أين المجتمع المدني في كل هذا السياق؟ من سيضع المعايير والقواعد في مستقبل تطوير الرعاية الصحية؟ الآن أرجو من السيد برنارد أن يضيف ملاحظاته حول الخصوصية. فأين هذا التحدي في رأيك؟ شكرا
التحدي الأول يخص أن الأمر أن الحلول الرقمية تحكمها ثقافة جديدة. رقمنة البيانات أحيانا تختلف عن ثقافة المرضى، ونحن إذا كان علينا الجمع بين هذين العنصرين كيف نجمع بين هذه الأطراف لنستفيد من هذه القيم ونفيد الجميع، جميع أصحاب المصلحة. مسألة الخصوصية وإتاحة البيانات أو الإفصاح عن البيانات، كيف نجمع بين هذين الطرفين، نستفيد من البيانات الصحية والطبية إفادة لتحسينها، ومن ناحية أخرى لا نلحق أضرار للناس، بما أن قاعدة الأطباء هي لا تضر بمريضك، وهذه القاعدة تقع أساسا في علم الطب. فنحن نقدم الأطر العامة التي من شأنها تنظيم كيفية حوكمة وإدارة هذه البيانات الطبية، بما في ذلك يشمل حماية الخصوصية وتطوير التكنولوجيات الرقمية من أجل أن تفيد هي المرضى، وبدون الإخلال بحقوق المرضى وبدون الإخلال بالحقوق الأخلاقية. فاستراتيجياتنا تنص على أن الناس يفهمون ذلك، فنحن نبني نظاما من الثقة، وهذا يتجاوز مجرد الشراكة العامة والخاصة، ولكن أيضا يجمع أو يشمل المعاهد الطبية والأكاديمية. فنحن أطلقنا الشبكة. اليوم لدينا ثقافة، وأتوقف عند هذه الكلمة دقيقة. نحن البشر لدينا عادات. بعد الحرب العالمية الثانية، بعد تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ ذلك الحين ندخل الآن في العصر الرقمي، فنحتاج إلى قواعد جديدة ومعايير جديدة، قواعد سلوكية أيضا، لنستطيع قادرين على ضمان النظام الأخلاقي. ومنظمة الصحة العالمية من شأنها أن تأتي بهذا القاسم المشترك الذي نثق به. الأطر الصحية والطبية والتشابك، لدينا هذه الأنظمة ولدينا لاعبون يستطيعون العمل المشترك على وضع هذه المعايير الجديدة. حتى منظماتنا للصحة العالمية يعني من حيث المبدأ لا ندخل في التشابك مع القطاع الخاص، ولكن هنا يجب أن نجمع ما بين هذين التيارين. شكرا لك يا برناردو، تم توضيح هذا الموضوع من قبلك ومن خلال تجربتك الطويلة، أي إمكانية وصول استراتيجية. سأعود إليك، ما هي القضايا التي نحضرها مكافحة الوباء؟ أنت تقولين أن لدينا أطر نستطيع العمل من خلالها، هناك تطبيقات أثبتت فعاليتها بالسوق. كيف تستطيعين القول الآن أن من هم أصحاب المصلحة الأكثر الذين يستطيعون امتلاك ثقة بهذه التطبيقات؟ قبل كل شيء، أعتقد أن يجب علينا أن نضمن حضور كل جزئيات هذا النظام. ففي مجال الصحة الرقمية، هي ليست فقط للقطاع الرقمي، إنما يجب أن نشغل
وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة التعليم. هذا يعني أن في إطار إدارة وحكومة حوكمة هذا الموضوع يجب أن ندخل عدة أجهزة وعدة مؤسسات في فعالياتنا، وخاصة أيضا القطاع الخاص جنبا إلى جنب إلى القطاع العام. لا يكفي فقط أن ينشغل هذا القطاع. عندما بدأنا في تطوير الصحة الرقمية وإيضاع هذا، فكان لدينا صحة رقمية وصحة عادية، وكان علينا في القطاعين العام والخاص أوجدنا إطر من المعايير والمواصفات التي يجب أن تتعامل بشكل موحد مع القطاعين. كانت هذه تجربة مفيدة، جعلتنا نعرف ما هي التطبيقات التي المجدية في هذا النظام. وإذا لا يكفي أن نخلق نحن مثل هذا النظام إذا لم يكن هناك تفاعل ورد فعل من قبل المرضى، أي يجب هذا لكي يعمل هذا النظام بشكل جيد يجب أن يكون هناك وعي على مستوى كبير مع هذا. عندما أقول المريض لا أقصد أن يكون على مستوى من المرض، وإنما شخص مستهدف بهذا النظام أي يخصه هذا النظام لكي يتعامل معه رقميا. هو يجب أن يكون لديهم وصول إلى هذه الحلول الرقمية، فإذا يجب أن يعتمد هذا النظام على الإنسان. الحلول الرقمية لا يمكن أن تكون مستهدف بها الشخص الذي يعمل في المجال الرقمي، إنما هذه الأدوات يجب أن تستخدم من قبل الجميع وأن يعرفوا كيف يستعملونها. شكرا لك بريشيس على هذه المداخلة. والآن سؤال مفتوح لجميع المشاركين جلسة، هل هناك أقوال تريدون إضافتها أو إلى ما قيل حتى الآن؟ يا كيرا أنظر باتجاهك شيئا، لست متأكد ما إذا كنت أفهم هذا المصطلح بشكل مضبوط. ذكرت كلمة الترياج، من الناحية السلوكية قد يصعب ذلك، المقصود بذلك كيف تستطيع الأنظمة الرقمية اتخاذ القرار بناء على الألغوريتمات أو الخوارزمات. فهذا شيء عجيب من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يتعلق بخطر، فمن يتحكم بهذه الأنظمة وكيف تم تصميمها؟ أنا كصحفي سابق أود معرفة المزيد عن ذلك. مفهوم الترياج الطبي موجود منذ عدة قرون، فيجب معالجة المرضى بناء على هرمية الأفضلية أو خطورة الأمراض. فالمقصود بذلك أن نضع نظام رعاية صحية في نظام واحد، إن كان كل مريض أن يتوجه إلى العيادة أو ممرضة فلا توجد هناك كوادر طبية كافية لمعالجتها، فيجب التقليل من عدد المرضى الموجودين أو المتوجهين إلى أقسام الطوارئ أو الإسعافات. فيجب أيضا أن لا ننسى الصدق والشفافية. مجلة ساينس نشرت مؤخرا مقالة مثيرة للاهتمام وموضوعها كيف تتنبؤ الألغوريتمات أو الخوارزمات الرقمية وكيف ترتب
المرضى اللازم معالجتهم. المقصود أن منذ سنوات كان هناك أخطاء أو عيوب لنظام معالجة المرضى، فهذه الأنظمة أو التطبيقات أو البرامج تعلم الأطباء عن أو توجه الأطباء في هذا الصدد. الباحثون يعملون على تطوير هذه التطبيقات وتحاول زيادة مستوى الشفافية فيها، وهناك بعض القيود على ذلك. وفيما يخص الجوانب التسريرية، يجب أن نفهم كيف يمكن القيام بذلك بطريقة صحيحة، ونحن نخسر كثيرا في هذا الكفاح حتى الآن. كما قال زميلنا أنوراك، إن كنا بقينا متمسكين بنظام مبني على ملايين من المعطيات، لذلك نحن نتحول الآن إلى رقمنة أكثر، كما فعلنا ذلك في مجال المالية. فلماذا لا نطبق نفس الأنماط على نظام الرعاية الصحية؟ هذا العنصر البشري يجب أن يكون موجود، ولكن بالأحرى في مناصب الإدارة. وقبل ذلك كان هناك 200 أو 400 مريض على كل طبيب، والآن قد يزيد هذا العدد إلى 500. الدكتور أجروال، الآن أنا متأكد أن السيد عنده رأي بهذا الموضوع. طبعا الفكرة الأولى تتعلق بالخصوصية، المهم هو محليا يجب أن ننظر ما هي الفارق بين الدخل القومي في أوروبا أو في مناطق أخرى، فالمعطيات الصحية وهل الحياة هي بشكل طبيعي أو لا، هذه خيارات صعبة كلها. كيف يجب أن نتعامل مع الصحة فيما بعد؟ كيف نحسن نظام الصحة والخدمة الصحية؟ هذه عملية ديناميكية، كيف يمكن لشخص أن يأخذ معطياتنا وبياناتنا ويستخدمها ضدنا؟ فهذه فكرة سيئة. أما إذا كانت هذه المعطيات والبيانات من أجل استعمالها في خوارزمية تساعد على علميا عن طريق الحاسوب لاكتشاف إمكانيات حدوث بعض أو توقع بعض الأحداث، فهذا شيء جيد. إذن الآن استخدام هذه الخوارزميات من خلال الهواتف المحمولة أيضاً، وكذلك الجينوم الذي نستطيع أن نأخذه إلى قاعدة بيانات، فقاعدة البيانات التي تخص الجينات ممكن أن تستخدم تبقى في مكان واحد، ولكن ممكن أن تستخدم هذه البيانات والمعلومات بشكل سيء. في الهند نرى أنه يجب أن يكون دقيق هذا النظام، نظام الصحة. لدينا 1000 طقم من طقوم الجينات، وهناك 4 ملايين حالات تم البحث بها دون تحديد موضوعها. وإذن هذه المعطيات التي تخص الصبغيات إذا تم مقارنتها بالمعطيات الأوروبية أو الأمريكية، فيجب أن تكون منفتحة على بعضها من أجل أن التوقع في هذا المجال هو صعب. إذن عندما نقوم بإدراج هذه البيانات نحن نقول أن استخدامها يجب أن يكون سليماً وتكون الثقة به جيدة. شكراً على هذه الملاحظة القيمة. هناك نقاش حيوي يدور في الشات منصة الأسئلة والأجوبة. على سبيل المثال، هل هناك أي متطلبات
فيما يخص العيادات أو المستشفيات أثناء كوفيد. هذه لأن حماية البيانات شيء عنصري، وكيفية حماية هذه الأنظمة من الناحية الأخلاقية أو السلوكية، كيف سلسلة صنع القرار في هذا السياق، هذا شيء يبدأ بالتشكل مستقبلا. والقدرات القدرات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية جبارة، وهي أصبحت تتوغل في الفضاءات التي لم نكن نتوقعها قبل ذلك. فنحن تعودنا على التواصل مع الأقرباء والأهالي عبر الهواتف المحمولة منذ زمان، ولكن ليس للتواصل مع الأطباء وتزويده بالبيانات الصحية أو الشخصية. فوصولا إلى التوصيات التي نحب توصيلها إلى الفئات المعنية، ولكن ربما قبل ذلك سؤال حول الخبرات المتعلقة باللقاحات. هل الحقيقة أنه يجب العمل أكثر الآن؟ نعم، يجب الاختيار بدقة وحذر حول المواضيع التي أو كيفية استخدام هذه التكنولوجيات الرقمية. ونحن كل شيء يمكن رقمنته يجب رقمنته وترقيمه. على سبيل المثال، نحن نقوم بالتحليلات الرقمية، أو ربما لا يجوز لنا مثلا، هل لا يجوز لنا أن ندخل هذه البيانات الشخصية للمرضى في هذه الأنظمة الرقمية؟ من ناحية أخرى ربما يجب القيام بذلك، فهذا شيء يجب تقديره. هذا التدخل الإنساني الطبي، هذا التواصل، الاتصال المباشر ما بين المريض والطبيب، هذا دائما سيكون موجودا وقائما. هناك شيء آخر يتعلق بالعدالة والإنصاف. يجب أن نكون متأكدين وعلى اليقين، والعمل على عدم تعميق هذه الهوة الموجودة والفجوات المتعلقة بعدم الوصول المتساوي للخدمات الرقمية. لا يمكننا أن نخلف فئات من المجتمع وراءنا. شكرا، هذا ما نقصده، وهذا ما أريد الحديث عنه. لا يوجد هناك وصول متساو للعالم الافتراضي أو الخدمات الرعاية الطبية في كل أنحاء العالم. تقريبا نصف سكان كوكبنا كأنه خارج هذه الخدمات الرقمية، أو حتى لو كانوا متصلين فمستوى هذه التوصيلات جدا ضعيفة وغير متساوية على الإطلاق. يبدو أن كل ذلك يعتمد على الحالات أو المواقف التي نعرفها من الماضي. هناك الكثيرون الذين كانوا معرضين لمشاكل أخرى، وهم الآن حصلوا على مشكلة جديدة، يفتقرون إلى سبل التواصل الأفضل. فكيف نحول أو نجعل خدمات الرعاية الصحية الرقمية متاحة للجميع؟ وأود ترتيب أهم النقاط في هذا النقاش، وأسأل كل منكم وأعطيكم دقيقتين أو ثلاثة من وجهة نظركم وحسب آرائكم، كيف يمكننا إنجاز ذلك؟ كيف يمكن لهذه
كيف يمكن أن نجعل أن تكون هذه الخدمات الرقمية تشمل الجميع ولا نخلف أحد ورانا؟ شكرا يا باتريك. برأيي أن بعض المتحدثين قبلي تحدثوا قليلا عن هذا، ماذا يجب علينا أن نفعل في العالم الواقعي والعالم الافتراضي الرقمي، وأن العديد من القادة بدأوا يعرفون أن لدينا قوانين جديدة في العالم الرقمي، لأن نقل هذه الأسس من العالم الواقعي إلى الافتراضي ليس دائما متوازي وحديث. إذن هذه ليست فقط قضية الوصول إلى، ولكن أيضا الوصول للأشخاص المعوقين أيضا هو صعب أكثر. إذن دورنا هو دعم الدول لإيجاد استراتيجية صحة رقمية يكون للجميع وكل المجموعات والفئات لها وصول متساوي إلى مثل هذه الاستراتيجية. هناك هوة كبيرة رقمية، كما تحدثت أن نصف العالم ليس لديه وصول إلى الإنترنت عريض النطاق أو السريع. فإذا في عند ترويج الوصول إلى الإنترنت يجب أيضا أن نروج الوصول إلى الأشخاص الذين لم يصلوا بعد إلى التواصل عن طريق الإنترنت. لذلك على الحكومات المحلية والإدارات المحلية التي هي شريك لنا في هذا المجال من أجل إيصال مثل هذه التقنية قد انقطع. Recognizing that the fact that the world is not equal, but also we are recognizing that. هذا يعني أننا ليس هذا حلا متساويا، وعلى كل لا نستطيع نسيان أن العاملين في المجتمعات المحلية يستطيعون وحدهم إيجاد حل. إذن العمل المشترك كما كنا نعمل في الماضي سيكون هو مفتاحاً لحل الإشكالات الحالية. شكراً جزيلاً ولك يا بريشس. شكراً جزيلاً. علينا أن نعالج مسألة عدم المساواة والنوعية، فعلينا إصلاح التدابير المناسبة لإدراجها. ففيما يخص هذه الحلول، الاستثمار في القدرات البشرية جدا مهمة، ونحن بالفعل يجب أن نتبع خطوات هذه الثورة الجارية. كما قال نوراغ، هناك بعض الدول التي تفتقد التكنولوجيات الفائقة والنوعية، وهذه التكنولوجيات قادرة على إعطائنا هذه القاعدة الرقمية. هذا يضمننا التحول، ونحن نشهد إصلاح وتحول الرعاية الصحية كما نعرفها تقليدياً
ونرى أن من يستفيد من هذه الخدمات الرقمية قد تم تمكينهم بشكل مناسب ويصبحون قادرين على رصد حالتهم الصحية، ويجب منع الناس من الجريان إلى العيادات والمستشفيات حتى مع المشاكل الصغيرة، وتجنبا للزحم الكبير، ويجب أن نضمن لكل المواطنين نفس المستوى من الخدمات. الرقمنة أيضا مفيدة لمن يسكن في الأرياف أو القرى، في أماكن حيث تنعدم فيها الخدمات الطبية، من ليس عنده عنوان فيصبح مهمشا أو يعاني من الإقصاء، وهذا ولا تتاح له نفس الخدمات. المسافات لا يمكن أن تكون عائقا في الوصول إلى الرعاية الصحية، فلدينا الفرصة، هذه الفرصة في تحسين الفاعلية، في تحسين الاعتناء بالمرضى بفضل هذه الخدمات الرقمية، وهذا من شأنه سيسمح لنا بتحسين أو تعزيز أهدافنا المستدامة. شكرا. أشير إلى بعض النقاط التي ذكرتيها، إن كنت فهمت جيدا، فأنت تأملين إلى أننا وبعدما أصبحنا نغالب هذه المشاكل فنستطيع تحسين هذا المستوى من الخدمات. أما برناردو أصبح قلقا حول ما إذا كانت الخدمات الرقمية في المجال الصحي قادرة على انعكاس نفس الحالات والمواقف التي نشهدها في الواقع، وربما لا نستطيع، وهذا خطر، لا نستطيع أن نوفق بذلك وننقل نفس الأنماط من العالم الواقعي إلى العالم الرقمي. وأنت يا أوران، ما رأيك؟ أود إلفات انتباهي إلى مسألة أخرى. نحن نحاول فهم حالات عدم التساوي فيما يخص اللقاحات، وهي بالفعل موجودة. ولماذا 11 مليون طفل في الدول التي ندعمها لا يحصلون حتى على حزمة من اللقاحات الأساسية؟ مثل هذا الطفل الذي لا يحصل على المطلوب، ونحن ويبدو لنا أن الأطفال هم أطفال يقيمون في الأماكن البعيدة أو الأرياف، والواقع يكون عكس ذلك. هناك أطفال يعيشون في المدن أو الأحياء الفقيرة من المدن، ويصعب الوصول إليها نتيجة الفقر وليس المسافات، لأن هؤلاء الأطفال ينتمون عادة إلى العائلات التي تعيش من أقل من دولار واحد يوميا، فالفوارق الجنسية والفوارق الاجتماعية، البطالة، هذا تشابك من العوامل والعناصر يجب أخذها في الاعتبار. فأولا أود القول أننا لا يمكن وضع المسافات الجغرافية والمناطق على أو نعدلها ب أو نضعها في نفس القاسم المشترك مع مسألة الوصول، ويجب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل معرفة أين تتواجد هذه الفئات من الناس الذين ليس لديهم الوصول المتساوي للخدمات الصحية الرقمية. فهذا ليس فقط
يعود المشكلة لا تعود فقط إلى الوصول إلى الخدمات الرقمية، فنحن نحتاج إلى مثل هذا المستوى من التكنولوجيا الذي يكون موجود في كل مكان ويمكن الاستفادة منها، لأن المنطقة جغرافية عن منطقة أخرى تختلف، وأحيانا يتم في بعض البلاد استخدام التليفونات النقالة والمحمولة التي تعتبر هي مصدرا للوصول إلى العالم الافتراضي. وأحيانا النساء لا يملكن هذه الهواتف، فيجب أن ننظر بالتنوع في الخلفيات الموجودة في كل منطقة. شكرا. كيف يمكننا أن نجعل الصحة للجميع؟ سوف أبدأ من تعليق بريشس. كيف نجعل أن المرضى لا يزورون الخدمات الصحية والعيادات بشكل غير مجدي، أي ليسوا بحاجة إلى هذه الخدمة؟ على الأغلب أن المريض تستغرق زيارته 15 دقيقة. يجب علينا أن نقول أن هذا الوقت مع المختص يجب أن يكون أطول ما يكون، ولكن الوقت الضائع أن يكون أقل ما يكون. إذن يجب أن نسمح للنظام بالنسبة للوصول الرقمي، يجب أن نسمح لأن يكون هذا الوصول هو رخيص، أن يكون مؤمن من قبل الحكومة كما قال برناردو. أما بالنسبة للأنظمة الأساسية يجب أن نعمل بشكل عالمي دولي، بحيث أن تكون، أنا أفهم رؤية برناردو، في النهاية سوف تكون هناك منتجات مختلفة لن تكون مؤمنة للجميع والجميع مهما سميت هذه، لكن الخدمات الجيدة يجب أن تكون متاحة للجميع، بحيث يكون أن الصحة الأساسية يجب أن تكون مؤمنة للجميع دون تضييع وقت، دون حتى الخروج من البيت، أي أن هناك الكثير يتم هدر الوقت والسفر طويلا للوصول إلى الطبيب مثلا في بعض الأماكن. شكرا على هذه الأجوبة. فيما يتعلق من اللقاء بين الإنسان والإنسان المباشر، أنا من وجهة النظر الألمانية أستطيع أن أؤكد أنه عندما ننظر إلى العلاقة بين المريض والطبيب نرى أن هناك عدة زيارات من ناحية طبية هي غير مجدية ولا قيمة لها. إذن عادة المقصود هو فقط العلاقة المباشرة مع الطبيب، وخاصة هذا يتعلق بالأشخاص كبار السن الذين يتنقلون من طبيب إلى طبيب، يملؤون أماكن الانتظار في العيادات بدون هدف محدد. ولكن أعتقد أن هذه، أريد من كيرا أيضا أن تجيب، كيف نفعل بأن الخدمة الصحية تكون مؤمنة للجميع؟ أود الإشارة إلى بعض النقاط. أنا أشرت قبل ذلك إلى بعض التطبيقات الخوارزمية التي تكون موضوعية، فعملية ديمقراطة الصحة معناها أن لكل الحق في الوصول إلى أفضل وأحسن طبيب في العالم، لأن في عالم
الرعاية الافتراضية أغلبية الناس لا يعرفون أن لديهم مثل هذا الوصول، لا يعرفون أن هذه الإمكانات الإلكترونية موجودة. فالتعليم والتثقيف والتوعية في هذا الصدد جدا مهم، حتى في المدارس يجب أن يعلموا ذلك، فهذا يستطيع تغيير حياتكم بشكل راديكالي. النقطة الثانية، تعليم وتوعية الأطباء، أن هذه المسألة تختلف من دولة إلى أخرى، ونظام التعليم الطبي أيضا يختلف. عملية اتخاذ القرار في مختلف الدول يجب أن تشمل هذه العناصر الأطباء. شكرا جزيلا، كل شيء واضح. والجزء الأخير من لهذه المنصة ولهذه الجلسة، وأرجو الإجابات باقتضاب شديد. لننظر الآن على ما قلنا حتى الآن، ما هي الاستنتاجات أو النقاط الملموسة أو التوصيات المحددة التي يمكن الوصول إليها أو التواصل إليها خلال هذه الجلسة؟ انظروا الآن إلى الساعة، كلكم عندكم تجارب وخبرات، وتعرفون ما يجب على السياسيين عمله أو توصيل الفكرة إليه فيما يخص التأقلم ما بين العالم الرقمي والعالم الطبي. كيف يمكن، ما تريدون حضراتكم أن تروا في التوصيات الختامية؟ دقيقة واحدة، أود أن أشير إلى أن الصحة الرقمية ليست نسخة رقمية فحسب، بل يتطلب الصيغة المتكاملة والبنية التحتية المتكاملة لكل نظام. يجب أن يكون استراتيجية وطنية ومبنية على متطلبات محددة. شكرا على الإيجاز في إبداء الملاحظة. أنورادا، يبدو لي أن فيما يخص تحقيق أهداف الرعاية الصحية هذا أهم شيء، وزيادة الفاعلية والمسؤولية والمساءلة، والحلول الرقمية تساعدنا في إحراز هذه الإنجازات، وهذا يساعدنا أيضا في وضع الموارد في أماكنها المطلوبة لكي لا نخلف أي أشخاص في الخلف. هيرا، إضافة إلى ما قيل منا حتى الآن عن المساواة والحاجة إلى إصلاح العلاقات ما بين القطاع العام والخاص على المستوى الدولي، لو كانت الحكومات تتبادل بمعطياتها وخبراتها المتعلقة بالجائحة لكان ذلك أفضل. فالتبادل على الحكومات إبراز هذه البيانات والدروس المستفادة من الجائحة والتبادل بها فيما بينها البعض. شكرا على هذه النقطة القيمة. برناردو، شكرا. التوصية الجوهرية تعتمد على أن كما قال غيري، كل بلد يجب أن يكون لديه استراتيجية رقمية تخصه، يجب أن تنظم قضايا عديدة، حرية الوصول، مساواة في الوصول، أن سعر هذا الوصول أن يكون رخيصا، ولكن يجب أن يعرف كل شخص أين هو في هذا الطيف الكبير الرقمي، ما هي الاستثمارات التي يجب أن تتم، يجب أن تركز على تسريع هذا النضوج الرقمي،
يجب أن نقرر ونحدد في نهاية كلامي أقول أن الصحة الرقمية أو البيئة والرعاية الصحية هو يتطور باستمرار، أن 10 سنوات من التقدم الرقمي هي 60 سنة من عمر الإنسان، فإذا لا يجب علينا أن لا ننشئ نظريات قصيرة المدى. شكرا لك يا برناردو، لأن هذه الاستراتيجيات يجب أن تكون لينة، وأعتقد أن هذا التطور الديناميكي في المجال الرقمي يجب أن يكون من ناحية المبرمجين أيضا مأخوذ بعين الاعتبار. نحن في الحاجة إلى إدارة جيدة لأنظمة الرعاية الصحية وتحسين الوصول إليها، وعلينا كذلك أن نستثمر في تشغيلها، نستثمر في الموارد البشرية وتنميتها ليكون الإنسان قادراً أن يتبع تطورات هذه الثورة الرقمية. فلا نكتفي بالمجرد بالقول البنية التحتية الرقمية، ولكن يجب توسيعها والعمل على الحفاظ. شكرا على هذه التوصيات الواضحة، وأنظر إلى ما تفضلتم بقوله قبل ذلك، ويبدو لي أن هناك بعض النقاط أو التوصيات التي تتجلى لنا من ملاحظاتكم، وخاصة أنني أشرت إلى هذا الموضوع الإضافي المتقاطع والمتشابك مع المؤهلات على مختلف أصعدتها. يجب أن نعلم كيف الأنظمة الرقمية في الرعاية الصحية قادرة على مساعدتنا والعمل لخيرنا. لا أقصد مجرد كيف نقوم بإدارتها، ولكن كيف تعمل هذه الأنظمة، وهذا يتعلق بالشفافية. وأنوراك كان يقول وكيرا كذلك أن هذه الشفافية في الأنظمة لها دور مهم، وهناك من قال أن المؤهلات الرقمية هي بطبيعة الحال متحدٍ في الكثير من القطاعات، لكن يبدو لي أنها الأهم في مجال الصحة. وبرناردو كان يقول أننا نجمع هنا بين ثقافتين مختلفتين تماماً، من ناحية الصحة المبنية كثيراً على العلاقات المباشرة بين إنسان وإنسان، ومن ناحية أخرى العالم الرقمي. هاتان الثقافتان كأنها بعيدتان عن بعضهما البعض كثيراً، وهذا شيء أثار اهتمامي، لأن الجمع بين هاتين الثقافتين يقل الحديث عنها. ولمشغلي هذا النظام، مهما كان طبيباً أو باحثاً أو عالماً أو مريضاً، هذا الجمع بين هاتين الثقافتين ليس بشيء سهل. أشكر حضراتكم جزيلاً على هذا اللقاء الملهم للغاية وهذه الجلسة الممتعة. شكراً على الوقت المكرس لنا، ولا تم تسجيل كل الملاحظات والتعليقات، وسيبقى على قناتنا اليوتيوب الخاص ب IGF منتدى حكومة الإنترنت، وعلى قناتنا التلفزيونية. شكراً على الأسئلة التي قد تم طرحها على الشات، تم الإجابة على هذه الأسئلة على بعض منها جزئياً، و استمتعت بالاطلاع على مداخلاتكم. شكرا للمنظمين والفريق الفني والتنظيمي الكامل. أتمنى لكم يوما موفقا، وأتمنى أن اللقاء القادم لمنتدى حكومة الإنترنت سيتم بشكل مباشر وليس الافتراضي،
فقط وأننا سنعود بعد الجائحة إلى اللقاءات المباشرة بيننا ونواصل هذا النقاش لأن هذا الموضوع سوف يظل قائما في قائمة في صدارة الأولين. شكرا.